هنتعرف على قصة يارا. يارا يلي يمكن مش من زمان كتير قررت انه هي تشيل هالحمل التقيل عن ظهرها وتحكي وتخبر كل الناس عن هي شو عم بتعاني لكتير اسباب، اهم شي منهم الاويرنس، وانه هي تقدر تكون بالرسائل يلي عم توجهها وعم تعطيها وبالفيديوهات يلي عم بتصورها على انستغرام وفيسبوك، مثل شخص عم بيشارك تجربته وعم بيخلي كل الاشخاص اللي بيعانوا من هيدا الديزيز انه هن يكون عندهم امل ويكونوا قوية ويعرفوا كيف يتخطوا المحنة يلي هن فيها. كل التفاصيل مع يارا أبرسي البرجي. صباح الخير يارا. بونجور. أهلا وسهلا فيك. كيفك ماريا؟ كيفك أنت؟ أهلا وسهلا يارا. يعني كنت عم بحضر مبارح الفيديوز على انستغرام وعلى فيسبوك، وكنت عم كل فيديو ورا فيديو ورا فيديو عم تعرف عليك أكتر، بس أنا عن جد يلي كتير أثر فيي هو أنت عمرك 8 سنين عم تعملي فحص عادي للنظر، ولكن بيقولوا لك ديزيز عن اسم نووي أنا أحفظه، قلت أنا رح أختصره بRP. أنت كبنت صغيرة بهالعمر أصلا شو قدرت تفهمي بوقتها من الحكيم؟ وقتها ما قدرت افهم شيء ابدا. الديزيز اسمه راتينيتس بيجمنتوزا، وكنا عم نعمل يعني فحص مثل ما قلت عادي للعيون، وقال للدكتور لمام انه بين شيء بشبكه العين. سو رحنا عند سبيشالست، واكيد يعني اي كان اونلي ايماجين قد ايه كان صعب على امي وبي، لانه انا هلا ام. سو هيك بحس كانت كتير صعبة عليهم، علي بما أنه كان عمري 8 سنين يعني ما كتير كانت أقدر أفهم شو هو. ما استوعبت بالأول شو هو أو شو ناطرك، خلينا نقول شو ناطرني. exactly. يعني جربت أختي تفسر لي أكتر عن الديزيز، تكون معي بكل مراحل الدياغنوسز وقت سافرنا برات لبنان بكل هول المراحل، بس I couldn't grasp قدي هيدا الديزيز حيكون عم بيأثر على حياتي اليومية. طيب يارا اليوم بتعرفي في مواقف بالحياة تبقى يمكن هي أصعب من غيرها، بكل هالفترة يلي قطعت بالمراحل أكيد يلي تغيرت فيها حياتك بعدين، ولكن أي وقت بتقولي هيدا كان الأصعب؟ من أصعب الأشياء، لأنه هن most of them صعبين، هو كان الجامعة، لأنه أنا فتت على الجامعة كنت one of the first students with a disability اللي بفوت يعمل BA وبعدين بكفي MA. وأنا الريتينيتس بيجمنتوزا هو ديزيز ديجنراتيف، يعني مع كل فترة من الحياة بيكون عم يرجع النظر لورا. اوكي، يعني خلينا نحن نفسره شوي اكثر، انه هو بيضرب شبكه العين، خلايا الشبكه. مزبوط. وهو يا اما بيضرب ببلش بالنص وبيرجع بينتشر، يا اما ببلش على جوانب العين وبيرجع بفوت. اللي انت بلش بنص العين وانتشر يارا، وصرتي شوي شوي تخسري نظرك، خلينا نقول. صح. يارا لما بلشت تحسي بهيدي الصعوبه، يعني من شو اكثر شيء كنتي خايفه؟ من نظرات الناس، او كنتي خايفه الحكي اللي بدك تسمعيه، او انت كنتي خايفه انه انت عم تخسري نظرك، عم تخسري هالحياه اليوميه يلي انت عم تعيشيها؟ كلهم مع بعض، لانه انا على عمر 17 سنه وقت كنت عم اقدم ماي توفل اكزام تفوت على الجامعه، ما تقدر شوف شيء على الورقه. ف within a few months لبين ما تخرجت من المدرسه، يعني بأشهر قليلة. بالصيفيه تفوت على الجامعه، بهالشهرين ثلاثه رجع النظر لورا كتير، وثاقبت انه هيك صار وقت انا ناقلة على مرحلة جديدة كليا، يلي هي الجامعة، السواقة، تتعرفي على أصحاب. الكامبس. صح. على اصحاب، على معلمات جديد. المدرسة بيكون شيء اهين، لانه بتكوني صار لك مبلشي من عمر صغير وعم يكبروا معك. معودي عليها. دونك مرحلة الجامعة كانت كتير صعبة بالنسبة لك. يارا اليوم قد ايه كان الدعم تبع العيله والمحيط، وقد ايه انت لما قبلتي حالتك حسيتي انه انت تحولتي لشخص تاني؟ انا اول شيء كثير اخذني وقت اتقبل الحاله، كنت كثير جرب خبيها، بس بعدين اكتشفت. خايفة يعني تخبيها لأنك خايفة؟ خايفة، وما بدي هيدي النظرات، يعني نظرات الشفقة، لأنه أنا ما بحس أنه حدا لازم يشفق علي، بالعكس. بالعكس أنت حدا كتير قوي على كل حال. exactly. so كنت يعني خايفة من الديزيز كيف بده يأثر علي، وخايفة من نظرات الناس على يعني هم كيف حيصيروا عم بيشوفوني، عم بيشوفوا أنا شو قادرة أعمل.
لانه في كتير ناس مثلا اذا عندك مشكله بعيونك بيصير بدهم يمشوك ويقعدوك ويعملوا كتير اشياء حسوك انه انت يو كان دو اني ثينج، بس ان فاكت انت فيك تعملي كتير اشياء بطريقه معينه بطريقه مختلفه. Exactly. لا وخليني اقول كمان يارا انه انت اليوم ام لصبيتين الله يخليلك هن كتير حلوين وكتير مهضومين ميلا ولانا. بتعرفي سمعتي مثلا يارا هود الحكايات يمكن هن هود اللي بيأذوا او بيأثروا او بشعين، ما بعرف اذا هن اللي خلوك هلا بهالوقت يعني تقريبا من سنه تقرري تطلعي وتحكي على السوشيال ميديا انه كيف بدها تتجوز، كيف معقول تجيب اولاد، يمكن ما تقدر تجيب اولاد. بتعرفي هيدي حكي الضيعه والكلمات اللي بتنقال اللي بتبقى هي عن جد بتأذي بدون ما يمكن الواحد يكون قصده يأذي. صح اكيد كثير بتسمعيها كثير، في misconceptions يعني اعتقادات خاطئه اصلا عن الديسابيليتيز وبصوروا الناس they're reflecting it يعني عليك، فكتير بتسمعي من هيدا الحكي. وكتير بيصير بدهم مثلا يمكن هن نيتهم انه يساعدوك بس بيصير بدهم يساعدوك اكسترا لانه عندك هيدا المشكلة. يارا اليوم لما طلعتي على السوشيال ميديا وشاركتي قصتك، اليوم لما اخدتي هيدا الجرأة خليني اقول قديه سمعتي انت اداه حلوه، ما مش انت اداه يعني قديه شفتي دعم، قديه كان قديه حسيتي بحب الناس لك كثير. صار حتى في ناس يدقوا لي عم يبكوا يقولوا لي انه انت عن جد خليتينا نرجع نفكر بقصص كتير مأثرة فينا، خليتينا نقول انه الحياة كتير اهين من هيك، فينا نحن نتخطى الصعوبات، فينا نكفي، خليتينا نشوف المشاكل اللي نحن منشوفها كبيرة خليتينا نشوفها صغيرة. شو حلو. ايه. وخليني اقول كمان انه من وراء الفيديوهات اللي نزلتيهم احد الاشخاص يلي كمان ابنه عم بيعاني من نفس الديزيز تبعك لجأ لك وانت اليوم عم بترافق هيدا الصبي بمشواره، مع انه قلتي لي انه صبي صغير ومبلش بعمر الست سنين هيدا الديزيز عنده، فانت صح. يعني اليوم انت صرتي اذا بدك الشخص يلي الكل بيلجأ له يلي للاشخاص يلي عم بيعانوا من هيدا الديزيز، قد ايه هذا الشيء فرحك وخليك تنسي عذاب هالسنين الماضيه كلها سوا. صح صح، لا عن جد كثير بفرحني وبحب انه انا اقول لهم، لانه انا اخذني وقت اكيد تقبل، مش كل الحياه يعني كانت حلوه وكان هين كثير التقبل، اخذني كثير وقت اتقبل الديزيز تبعي واقول انه انا اي ونت تو موف فورورد. فبحب انقل هيدي الانرجي للاشخاص اللي هن هلا استهون ذير ستراجلينج، لانه منه هين انه هيك فجاه انت تكوني عايشه حياه عاديه وشي كثير اساسي يتغير بحياتك. صحيح. اليوم كانت قبلك صبيه عم بتقول لما اصيبت بمرضها قالت انه انا سالت ربنا ليه انا، قطعت معك هيدي يارا؟ سالتي؟ أكيد كتير كتير سألته، بس هلأ صرت بآمن أنه الله بيعطي كل حدا عقد ما بيحمل، وأنا يمكن بشوف مشكلة غيري أصعب من مشكلتي وغيري بشوف مشكلتي أصعب من مشكلته، وهيدي الحياة. وأنا بحس أنه الله بس يعطيك المشكلة نقاك أنت، لأنه أنت فيك تحمليها وفيك تأرجيها بصورة حلوة. قد ايه حلو انه عم بتقولي يا يارا هلا انه انا عندي هيدا الصليب بس انا حامله هيدا الصليب بفرح. كثير عن جد بكثير فرح، لانه حسيت انه لو ما هو ما كنت انا يعني it made me who I am. شو حلو. قد ايه اليوم ميلا ولانا غيروا لك حياتك؟ يا حبيباتي كثير. وقد ايه خليني اقول قد ايه بيساعدوك بحياتك اليوميه؟ كتير. ميلا is so helpful. هلأ حيصير عمرها 4 years in 4 سنين بعد جمعتين. ما فيني خبرك thank you، ما فيني خبرك قدي بتساعد قدي واعية. خلص يعني فهموا القصة وماشيين معه، ولا مرة هني بحسسوني أنا أو أنا بحس أو رفقاتي بحسسوني أنه أنا مقصرة بشي تجاههم. يعني شو حلو هيدا الشعور. ايه. بيعرفوا يعني قادرة تخبري ولد بعمر الأربع سنين عن اللي أنت عم تقطعي فيه؟ عم بيعرف عم يفهموا عليك؟ هلأ بتفهم البيسكس إنه ماما ما فيها تشوف منيح،
وبتصير بتساعدني على هيدا الأساس. مثلا تعي نروح لهوني ما فيني شوف ايه ماما ما تعتلي هم تمسكني بإيدي وبتساعدني. بتساعدني كتير، بتحب تلبيق التياب انه بنات هيك ربطات الشعر ميك اب وهي بتعطيك الألوان، بتصير تزبط الألوان على بعضها يعني. بتهيد بدها تلبس كمان وبتقلك انه انا لابسة بينك مع وايت مع بلو مع شفت هيك فيديو لقيته كتير مهضوم. صح صح. لميلة عم بت الحلو يارا انه ما خبيتي، يعني لو قد ما كان عمرهم 4 سنين ما رح تفهم وما رح تستوعب اكيد اللي انت مرقتي فيه، ولكن بالرغم من هيدا كله حطيتيها وخبرتيها على قد ما عمرها بيسمح لها. يعني يارا بتقولي لكل اهل عم بيعانوا من اي مشكل انه ضروري الولد يحس بالمعاناة تبع اهله، ضروري يحس معهم وضروري يعرف كل شيء، وضروري هن يأرجو انه هن even though عندهم هيدا الديزيز او هيدا المرض هن قوية وحيكونوا حد الولد. يعني even though انا عندي هيدا الديزيز كمان كتير بقول لميلا يعني علمني انه ما في شيء مستحيل بهالحياة. بهمني exactly بهمني ولادي يعرفوا انه ما في شيء مستحيل، ولا مرة منقول انه نحنا نووي نقدر نعمل هيدا الشيء. كل شيء انه بالإرادة، ووقت انت بتصيري بتآمني بحالك وخلص بتطلعي على هالدنيا مع انه انت عندك هالمشكلة ما في شيء مستحيل عن جد. شو حلو يارا اللي عم بتقولي، وقدي وجود جورج زوجك الى جانبك يعني كمان كان داعم لقلك وكمان عطاك اكتر ثقة بحالك. عطاني كتير ثقة بحالي، وهو يعني نحنا صرنا منعرف بعض من زمان كتير، يعني أنا هلأ عمري 33، نحنا صرنا من عمر 16 منعرف بعض. أوه. عمر يعني فهو كان معي بكل المراحل، يعني وقت فتت وقت تخرجت من المدرسة، وقت فتت على الجامعة، حتى كان معي بآخر سنة مدرسة، وقت تخرجت بأي أم أي، وقت بلشت شغل، يعني كل هول المراحل هو كان معي فيها. وأنا دايماً بقول يعني هو سبورت كتير 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 مهم داعم يعني. أساسي أكيد. يارا اليوم بتشتغلي؟ ايه بشتغل 2 jobs. أنا بشتغل أول شيء مع ProAbled، هي it's a local NGO، بشتغل كconsultant وترينر. وكمان بشتغل يعني basically management بالبزنس تبع أهلي. يعني يارا اليوم عن جد عم بتقولي ما في شيء مستحيل، وما تقولوا أنه نحن مش قادرين نوصل للبدنا إياه أو نحقق حلمنا لو قد ما كانت الصعوبات كبيرة ولو قد ما شفتوا أنه الدنيا مسودة بوشكم. المهم من جوا يكون القلب هو مضوى، وقلبك مضوى من جوا يارا، ومضوى وجهك كله مع هالابتسامة ومع هالأمل اليوم يلي عطيتيه لكتير من الناس. نحنا يمكن أوقات منسأل كتير ليه أنا ليه عم بحمل هيدا الصليب، بس مثل ما قلتك الإنسان بيحمل صليب على قده، على أمل أنه يحمل يسوع معك هيدا الصليب لتكون الطريق أسهل مع كل الصعوبات يلي عشتيها ويلي يمكن معقول تتحديك مع الأيام اللي جاية. شكرا كتير لألك. شكرا لألك مريات.